السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيت وجبت معايا حليوه كتجيب بنينه وزوينه، والمنيضر ديالها يا سلام تحمر لك الوجه مع الضياف. مقادير بسيطه، هاد الغريبه ديال الزبده وشي مقادير بسيطه فيها، صراحه كتجي زوينه وبنينه، وكتجي المذاق ديالها بحال ديال البهله، واخا الشكل مخالف ولكن المذاق نفس المذاق ونفس التركيبه، رائع كتجي الصراحه. كنصحكم تجربوها باش ما كان جاوبوني، خليكم مع المقادير ومع طريقة التحضير. في المقادير غادي نحتاج 4 ديال الزبدة اللي غتكون بحرارة المطبخ، 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال السكر كلاصي، عندي 4 ديال الكوك مطحون، عندي كاس ديال الزنجلان اللي محمر ومنقي، عندي كاس ديال اللوز او الكاوكاو اللي متوفر عندك اللي قليته وطحنته، هنا فوتو شوي في الطياب، خلو غير يذهب وحيدو. عندي فانيا، 2 خميرات حمرين، وعندي كيلو بالقياس، كيلو ديال الدقيق، ما تزيدي ما تنقصي، الا نقصتي غتنقصي 2 المعالق. ودابا ندوزو للطريقه. بالنسبه ليا البنات غادي نخدمها في الماكينه العجانه، لان ما عنديش الوقت باش نعجنها بيدي، يمكن لكم تعجنوها غير بيديكم. غادي ندير اول حاجه 4 ديال الزبده، هي الاولى، مع سكر كلاصي، ونطربهم مزيان. غادي نستعمل، بالنسبه اللي عندهم العجانه غنستعمل هذا الشكل ديال الكا، اللي ما عندهاش الماكينه راه غتخدم غير بيديها. وفي هذه الاثناء هذه غادي نزيد الزيت، خليها تطرب مزيان. غنزيدها فانيا، غنزيد عليها الكوك، الماكينه كتساعدني انا دغيا كتسرب ليا وكتختصر ليا المراحل، المراحل اللي غندلك انا بيدي كدوزها ليا باقصى سرعه دغيا. غنطربهم مزيان ونزيد عليهم اللوز والزنجلان. الخليط كيف ما كتشوفوا رجع على هذا الشكل، هذا كريمي ولا لي على شكل كريمي، وحتى داك اللوز والزنجلان عطاوها واحد اللون زوين. المهم غنستمر في التحريك ديالها مزيان، عاد غادي نزيد لها عاد غادي نزيد الدقيق والخمارات. هانتوما كيف كتشوفوا الشكل ديالها، دابا من وصلت ليا هذه المرحله ديال الزبده دابت، المكونات كامله انسجمات مع بعضياتها، غنزيد الدقيق والخمارات. نضيف ليها بالمعلقه بالمعلقه، تنزل الكميه كامله ديالي كما كتشوفوا، راه كتسهل عليا عمليه العجن والله. غنبقى على الطريقه، تنسالي الكيك كامل اللي عندي ندخلوا ليها ونتلاقاو. هنا كملتها في العجينه، دخلت ليها كيلو ديال الدقيق، تتولي على هذا الشكل هذا. هنا غادي ندوز باش نشكلها.
بالنسبه للطريقه اللي غنشكل بها هذه العجينه، غناخذ شويه العجينه قياس غريبه ونبدا نعجنها بين يدي باش ترطاب على هذا الشكل. هذا غناخذ واحد المرشي مريشم على هذا الشكل، هذا غنديرو شويه في الدقيق ونرشم به هذا الغريبه ديالي على هذا الشكل. هذا انتم ما كانش عندكم هذا المريشم استغناو عليه، ديروا غير غريبه بوحدها غتجي عاديه وكتجي زوينه. نعاود ثاني ناخذ شويه العجينه ندلكها بين يديا. اللي كيعجبني انا في هذه الغريبه هذه كتجي بحال الشكل ديال البهله، بحال المذاق ديال البهله، كتجي بنينه. راكم شفتوا المكونات ديالها، راه كتجي بنينه وهشيشه ما كتطلبش شي جهد. صافي انا كملت، دابا غنكمل على هذه الطريقه تنسالي الكميه كامله اللي عندي ونتلاقى معاكم. صافي هنايا جبتها من الفران، هذا هو الشكل ديالها كيفاش كتجي، كتبقى محافظه على داك الطابع اللي درنا ليها، و الشكل ديالها ولا المنيضر ديالها صراحه زوين. واما المذاق ما نعاودش لكم عليها البنات، جربوها باش ما كنقولوا لي كيف جاتكم، وان شاء الله غادي تعجبكم. راه قلت لكم ما كتختلفش هي نهائيا على البهله الا في الشكل، اما لك كليتوها راه بحال كتاكلوا في البهله. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك وكذلك بالتعاليق وبالبارطاج الى عجبتكم الوصفه، خليو ليا تعليق. وهذا مكان شو كيفاش كتجي الشيشه. يلا شكرا على المشاهده والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.